عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، تنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معي، تشكركم على التعليقات ديالكم الرائعة وعلى المتابعة، شكرا لكم. اليوم كما تتشوفوا بغيت نشارك معكم الرز الأصفر اللي تيجي بنين بزاف وسهل في التحضير. بسم الله على بركة الله، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، عندي نصف كيلو نتاع الرز الأصفر، واحد لبنة نتاع الزعفران الحر، واحد شوية نتاع القرقوم، وشوية نتاع زيت الزيتون، وشوية نتاع زيت المائدة. بسم الله، وتندير المقلاة تسخن وتندير فيها واحد شوية نتاع زيت الزيتون، واحد شوية نتاع زيت المائدة، وواحد شوية نتاع زيت الزيتون. غادي نخلطهم باش نحمر فيهم الرز واحد شوية، واحد شويه نتاع زيت الزيتون. غادي نفرتت فيها واحد البنه نتاع الزعفران الحر، تنفرتت فيها واحد البنه نتاع الزعفران الحر، واحد شويه نتاع القرقوم، وغادي ندير الرز باش يتحمر. تنضيف الرز، نصف كيلو نتاع الرز، غادي نحمرو مزيان. غادي نضيف ليه واحد شويه نتاع الملحه، والملحه تتبقى على حسب الذوق. غادي ندخل ليه البنه نتاع الزعفران الحر والقرقوم والزيت ونحمرو مزيان. دابا الرز تحمر، غادي نطفي عليه، تيجي على هذا الشكل وتنطفي عليه. وبالنسبه للصوص، عندي واحد البصيله مشلنطه، واحد مطيشة مقطعه مربعات صغار، واحد الفص نتاع الثوم محكوك، جوج الفصوص نتاع الثومه محكوكه، واحد شويه نتاع الفلفله حاره، وزيت الزيتون وزيت المائده، وعندي واحد شويه نتاع الطوم اللي غنديرو مع لاصوص، واحد شويه نتاع الطوم غادي نخليه للتزيين، غادي نقليه في المقلاه ونزين به الرز. تندير الطنجره تسخن وتندير فيه واحد شويه نتاع زيت الزيتون، زيت المائده، تنضيف جوج فصوص الثوم، تنضيف واحد شويه نتاع زيت الزيتون،
تنضيف واحد البصل وغادي نخلي البصله تحمر ومن بعد غادي نزيد مطيشه واحد المطيشه مقطع مربعات صغار ومن بعد تنزيد الطماطم واحد شويه تاع الطماطم نزيد واحد الفلفلة حارة بالنسبة للحار اللي ما بش الحار ما يديرش الفلفلة كتبقى على حسب الذوق غادي نخليه يتشحر مزيان بعد ما تشحر ليا الطون مع البصله مع الفلفله تنزيد واحد المطيشه مقطعه مربعات صغار تنضيف مطيشه وهنايا عندي قزبر معنوس نضيف قزبر معنوس شويه تاع الفلفل الاسود شويه تاع الملحه شويه تاع البابريكا التحميره تنزيل واحد شويه تاع زيت الزيتون تنخلي لاصوص يطيب واحد شويه بعد ما طاب لاصوص واحد شويه من بعد كنزيد الرز نزيد عليه الرز ومن بعد تنزيد الماء دافي تقريبا واحد لتر واحد لتر نتاع الماء دافي وغادي نخليها يتابع ونتلقى وهنا تندير مقلاة سخنة تندير فيها واحد شوية نتاع زيت زيت المائدة تندير فيها الطون باش تشحط نخلي فيها واحد شوية نتاع الطون Thank you.
نزيد عليه واحد شويه تاع الملح وشويه تاع الزعتر. الرز ديالنا بعد ما طاب دابا غادي نطفي عليه يجي على هذا الشكل. مشاهدينا الكرام الطبق ديالنا نتاع الرز تيجي على هذا الشكل، تيجي رائع. وتنزينو بواحد شويه نتاع الفلفله وشويه نتاع الربيع وشويه نتاع الحامض والثوم، تيجي رائع. تنتمنى ينال اعجابكم مشاهدينا الكرام، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني باللايك الى عجبكم، وتنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه وعلى المتابعه، شكرا لكم. وتنتمنى يعجبكم الطبق نتاع الرز اللي تيجي رائع، تيجي بنين وسهل في التحضير. تنتمنى تجربوه ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.